ازيك يا امير، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما امير اتكلم وقال، حلقه مهمه جدا 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 هنتكلم فيها في امور خاصه بالنادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين، النهارده كان في اجتماع مجلس اداره، كان كل جمهور النادي الاهلي منتظر ومترقب القرار اللي هيطلع. هنبدا مع حضراتكم القصه والحكايه سريعا قبل ما نروح لفاصل اذان العشاء. نبدا امير بالجدول المعلن. تمام. جدول المعلن اللي تم الاعلان عنه في اول اسبوع من شهر يناير، ان النادي الاهلي هيلعب لقاءات لحد شهر مارس بالتواريخ المعلن، وبالتالي شهر كامل لم يعترض اي نادي، سواء نادي الزمالك او نادي بيراميدز، على الجدول المعلن من قبل اتحاد كره القدم، علشان يجي يوم 9/2/2019 نلاقي بعض الاعتراضات اللي حصلت من نادي الزمالك ونادي بيراميدز على شكل جدول المسابقة. وهنا السؤال، طيب ليه تم الاعتراض على الجدول بعد ما تم الإعلان عنه بشهر؟ هل بسبب أن النادي الأهلي بدأ أنه يشد حيله، بدأ أنه يتعاقد مع لعيبة مميزة، وبدأ أنه يعود تاني من جديد على المنافسة؟ ولا المفروض إيه اللي يحصل؟ يعني هل المفروض أن, إن, 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 إن الأهلي ما يكونش منافس على بطولة الدوري، وان انا لما الاقي الاهلي بينافس لا ابدا احط العقدة في المنشار، وابدا ان انا اقول انا مش هلعب غير لما الاهلي يلعب مبارياته المؤجلة؟ كلام كتير جدا، يعني عندنا كذا نقطة هنتكلم فيها، نقاط كلها مهمة جدا جدا. نادي الزمالك لما بدا البطولة في بداية الدوري قال ان انا مش هلعب مباراة بيراميدز غير لما الاهلي يلعب مباراته مع بيراميدز. الاهلي كان عنده ماتش في افريقيا مع حوريه كوناكري، والاهلي ما اعترضش، وبالعكس الاهلي بيساعد دايما الكره المصريه واتحاد كره القدم على انه الامور تتحل بشكل هادي جدا وشكل ودي جدا وبدون اي مشاكل. فعلشان كده بقول لحضراتكم الجدول ده معلن، والاهلي ثابت دايما على قراراته، والاهلي دايما يعني ثابت على موقفه، والمبادئ لا تتجزأ. نادي الاهلي قولا واحدا، الاهلي ثابت على الدوري او الجدول اللي تم الاعلان عنه في شهر يناير. لحد دلوقتي ده الكلام المعلن. طيب.